قال رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني يقول العبادات كثرت، أنا ما أدري ماذا أختار، هل أكثر يا رسول الله من الصلاة، هل أكثر من الصيام النافلة، هل أكثر من الصدقة، أنا الفضائل كل يوم أنت تشجعنا على شيء، يا رسول الله الأمور عندي تلخبطت، إن شرائع الإسلام قد التبست علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يا رسول الله علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا وصاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأن غراسها كيف تستطيع تغرس لك غرسا في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة.